بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات سنة السادسة ابتدائي. التناسبية. التناسبية هو اللي تحافظ على الأبعاد لأداك في المنتصف. هو نوع من التناسبية في الحقيقة، ولكن هنا التناسبية هو ملي تيكون واحد العدد مربوط بعدد آخر، قد ما تتزاد هذا العدد تتزاد الآخر. تلقاو مثلا واحد العدد كلما تزاد بوحدة عدد آخر تتزاد بعشرة، أو لقاو مثلا واحد العدد تتزاد بوحدة الآخر تتزاد مية. يعني هذا شنو هو؟ هذا تناسب بين هاد العددين، فهمت ولا؟ بحال دابا إلا خدينا هنا كيلو ونص كيما عندنا هنا هو 15 درهم، فهمت ولا؟ إلا خديتي كيلو ونص خاصك تخلص 15 درهم. واحد خدا فقط 0.750، ما معنى هذا؟ يعني خدا 750 غرام، يعني ما خداش 1000 غرام، فهمت ولا؟ خدا 750 غرام. شحال خاصو يخلص؟ فهمت ولا؟ إذا اش نعملو؟ تناخدو 0.750 في 15 قسم 1.5. 0.750 فاش غنضربوها؟ 15. 15 قسم 1.5. حتى خرجنا الخارج. أي تمام. ولكن راه خاصك تفهمي علاش درتي هاد العملية، علاش درتي هاد العملية بحالك؟ في التناسبية عموما هادي هي العملية، ولكن علاش درتي هاد العملية هكذا؟ شوف، عندنا 1.5 كيلوغرام خلصنا له 15 درهم. اشنو خاصنا نحسبو؟ اول حاجه تنشدو هاد 15 تنقسموها اولا على 1.5. علاش؟ ملي غنقسموا عليهم غنشوفوا شحال غتجي للكيلوغرام، فهمتي ولا؟ شحال غتجي للكيلوغرام. ملي غنلقاو شحال غتجي للكيلوغرام تنضربوا في هاد العدد اللي تيمثل حتى هو الكيلوغرام، اللي شحال 0.750. هادي 0 راه كيلوغرام، هادي 0 راه كيلوغرام، 750 غرام. اذا داكشي اللي لقينا شحال جات الكيلوغرام ديال الدراهم تنضربوا في عدد الكيلوغرامات. عدد الكيلوغرامات اللي عندنا هنا هو 0.750. واش فهمتي العمليه كيفاش ولا؟ تتشد 15 تقسم على الكيلوغرامات، بحال غتشدي هاد الدراهم وغتقسم على واحد الاطفال، فهمت ولا؟ حنا غنقسموا على الكيلوغرامات، غنشوفوا شحال غتجي الكيلوغرام. حنا عندنا كل كيلوغرام تنخلصوا لواحد الثمن. هنا بطبيعه الحال ما ذاكرناش لينا كيلوغرام، ذاكرنا كيلو ونصف، كيلوغرام ونصف، فهمت ولا؟ اذا بطبيعه الحال غنشدوا هاد 15 درهم غنقسموا على هاد كيلوغرام ونصف باش نلقاو شحال غتجي الكيلوغرام. نعطيك مثال، كون كانت عندنا 2 كيلوغرام هنا شنو نديرو؟ غنديرو 15 درهم غنقسمها على 2 كيلوغرام، فهمت ولا؟ 2 ديال الكيلوغرام غتجينا 7.5 للكيلوغرام. هنا بطبيعه الحال ما عندناش 2 كيلوغرام، عندنا كيلوغرام ونصف. اذا 15 غنقسموها على 1.5، شحال غتعطينا؟ 15 غنقسموها على 1.5 غتعطينا 10. 10 علاش؟ لان 10 اللي ضربناها في 1.5 تعطينا 15. تنزيحوا الفاصله اللي تجي، فهمتي؟ تنزيحوا الفاصله اليمين، الا شديتي 1.5 ضربتيها في 10 غتعطيك 15، ياك؟ اذا 15 الا قسمتي على 1.5 تعطيك 10. هاد العشرة هذا هو الثمن ديال ديال كل كيلوغرام، وراه باينه. هانتي خدينا كيلو ب 10 دراهم، نص كيلو غناخذو ب 5 دراهم، اذا المجموع هو 15 درهم، الحمد لله. دابا عندنا هنا 0.750 غرام. اذا شنو غنعملو؟ غنشدو ديك العشرة وغنضربوها في هاد العدد هذا، ما تمشي غلطة. هادي راه 0.750 راه كيلوغرام، فهمتي؟ حيت راه عاطينك هنا، شوف انا عاطينك الكيلو، ها الكيلو، راه كان ممكن يكون عندنا هنا كيلوغرام فاصلة كذا وكذا، فهمتي؟ حنا ما عندناش كيلوغرام فاصلة عند البقية، عندنا 0.750. إذا هادي غنضربوها في ديك العشرة، إذا شنو غتعطينا؟ ها هو دائما عندنا عدد فيه الفاصلة غنضربوه في عشرة، إذا شنو غتعطينا هنا؟ 0.750 غنضربوها في عشرة، شنو غتعطينا هادي؟ 750 10. راه غنضربوها في 10، راه عندنا 15 قسمنا على هذا عطاتنا 10،
يعني 7.50 هي 7.50 هي اللي غنقيدونا. الحمد لله هي 7.50. إذن باش نمروا من هاد الخانة لهاد الخانة فاش غنضربوا؟ الخانة غنديروا الضرب في 10. في 10. إذن هذا ضربنا في 10 عطانا 15، هذا غنضربوا في 10 غيعطينا 7.50. منين جاتنا هاد العشرة؟ هاد العشرة جاتنا من 15.5. إذن ممكن نضربوا في 10 أو نضربوا في 15.5. بحال دابا عاطينك هنا هاد الكسور. الكسور بطبيعة الحال تهم أعداد تناسبية، فهمت ولا لا؟ عندنا واحد العدد على عدد تساوي، واحد العدد على 54 تساوي 16/12. ملي تنقولوا تساوي، ملي تنقولوا تساوي، ما معنى هذا؟ ملي تنقولوا تساوي المقصود بأن كاينة تناسبية، فهمت ولا لا؟ هذه هي باش يحكموا علينا. ملي تيقول لك تساوي يعني راه تناسبية، ماشي تحط اللي بغيتي، هذا هو المقصود بهذا التساوي. إذا عندنا واحد العدد مقسوم على 54 تساوي 16/12، يعني كاين تناسبية. شوف هنا عندنا 12 ولات 54، هاد العدد واش كبير ولا صغار؟ العدد صغار. شوف كانت عندنا 16/12، 12 اللي في المقام ولات في الكسر الثاني، في الحقيقة راه نفس العدد، هذاك شاش درنا تساوي هنا؟ ملي تنقولوا تساوي يعني أن هاد العدد راه نفس هاد العدد، وأيضا يعني بأن هناك تناسبية. فهمت ولا لا؟ إذا عندنا واحد العدد اللي المقام ديالو كان 12 ولا 54، إذا هاد 12 واش كبرات ولا صغارت؟ كبرات. كبرات. نسحب 54 ولا 12؟ لا حنا دابا حنا ها اللي تنقلبوا عليه. إذا كان عندنا واحد العدد ولا عندنا عدد آخر. حنا باش نحافظوا على التناسبية وباش نلقاو هاد العدد اللي الفوق، شنو خاصنا نعملوا؟ خاصنا نشوفوا 12 شحال كبرات من مرة، شحال كبرات، فهمت ولا؟ شنو غنعملوا؟ غنديروا 54/12، فهمت ولا؟ غنشوفوا هاد 12 فاش ضربناها باش ولات عندنا 54، فهمت ولا؟ وبالتالي داك العدد اللي غنلقاو، اللي غنلقاو هنا 12 فاش ضربناها، هذاك العدد هو اللي غنطبقوه على 16، حتى هو غنفسو غنديرو 16 في داك العدد، 12 مضروبة في واحد العدد هو اللي غنقلبو عليه، إذا ملي غنلقاو هذاك العدد هو اللي غنحطوه هنا، باش العدد يحافظ لنا على التساوي، دابا على درنا، وبالتالي يحافظ لنا على التناسبية، فهمت ولا لا؟ إذا عندنا 54/12 شحال هذي؟ شحال تكون؟ 54/12 لا خرج غتعطينا 4.5، فهمتي؟ إذا 54/12 عطاتنا 4.5، إذا 12 فاش ضربنا باش عطاتنا 54؟ 12. إذا 12 فاش ضربنا باش عطاتنا 54؟ ضربناها في 4.5. إذا 16 نضربها في 4.5. باش نحافظوا على التساوي، وبالتالي نحافظ على التناسبية. فهمت ولا لا؟ إذا هي 16 غنديروها في 4.5، هذاك خارج على الحطات. صافي. هذاك غنضربها، هذا غيخرج لي ديك. إذا غتعطينا 76. إذا باش نلقاو هذا العدد لينا، تنشدوا هذا العدد الكبير، تنقسموا على هذا العدد الصغير، تيعطينا العدد اللي ضربنا فيه 12، وهو اللي غنضربوه، هو اللي غنضربوه فيه 16. نجيو لهذا العدد الثاني مثلا، عندنا 21/7. ولات عندنا 15 على واحد العدد في المقام ديالها، تنشوفوا 21 وصغارت ولا كبرت؟ 21 صغارت. صغارت ولات عندنا 15، إذا خاصنا نشوفوا هاد 21 بشحال صغارت تولات عندنا 15، فهمت ولا لا؟ إذا شنو غنعملوا؟ 21/15 شحال عطاتنا؟ 1.4. إذا غتعطينا 1.4، إذا 21 قسمناها على 1.4 عطاتنا 15، إذا 7 علاش غنقسموها حتى هي؟
على 1.4. إذا سبعة حتى هي غنقسموها، هذا قسمناه هذه نقسموها، هذا ضربناه هذه نضربوها. الحمد لله. إذا هذه قسمناها على 1. فوقانيه حتى تحتها الضرب. باش يبقى العدد، باش تبقى عندنا التساوي، وبالتالي تبقى عندنا التناسبية بين هاد العددين. هاد العدد كبر بواحد الشكل، هذا تاهو كبر بداك الشكل، هذا صغار بواحد الشكل، هذا تاهو صغار بهذا الشكل. الحمد لله. حقاش اللي بدلنا التناسبية ديالنا هذيك الأخرى قاسم مثلا، غتخسر. غيتخسر، ما تبقاش عندنا تساوي. تحرك التناسب. مثلا واحد السيارة كنديرو فيها 7 د الليترات، حنا غنديرو مثلا واحد السيارة الخزان ديالها تنوضعو فيه 7 د الليترات ديال المازوط، تدينا 21 كيلومتر. شحال خاصنا نوضعو فيها باش دينا 15 كيلومتر؟ إلا درنا هنا كيلومتر، حتى هنا غنديرو كيلومتر. إذا السيارة تنوضعو فيها 7 د الليترات تدينا 21 كيلومتر. شحال خاصنا نوضعو فيها من لتر باش دينا 15 كيلومتر؟ هي بطبيعة الحال السيارة عموما تدي كتر، الحمد لله. 7 د الليترات تدي كتر من المسافة، غير حنا عطينا هاد المثال باش نفهمو هاد الكسور شنو ممكن تقدر تعني لينا. راه عندها معنى هاد الكسور، ولكن تتبقى هكذا، حنا ما غنحدوهاش واش ليطرات واش كيلومترات واش كذا. المهم حنا تنهضرو عموما، ولكن راه ممكن نلقاوها في واحد المجال انها تعني اشياء. الحمد لله. اذا عندنا السياره تنوضعو فيها 7 ليطرات تدينا 21 كيلومتر، اذا شحال خاصنا نوضعو فيها باش دينا 15 كيلومتر؟ اذا بطبيعه الحال غنشوفو هاد 21 بشحال نقصات. إذن كما قلنا بأنها قسمناها على 1.4، فهمت ولا لا؟ يعني أنها تقسمات على 1.4، إذن حتى هذا غنقسمو على 1.4، واش فهمت ولا لا؟ 21 قاسم 1.4 تعطينا 15، 7 قاسم 1.4 تعطينا 5، فهمتي؟ غنوضعو هنا 5. غنجيو دابا العدد الأخير، عندنا 56 على 49، إذن أشناهو العدد المقابل اللي المقام ديالو 28؟ بنفس الطريقه عندنا 49 ولات عندنا 28، 56 شحال خاصها تولي عندنا هنا باش تبقى عندنا تساوي بطبيعه الحال؟ 49 قاسم 28. اذا 49 قاسم 28 تعطي 1.75، ياك؟ شنو المقصود هنايا؟ تعطي 1.75، شنو المقصود بها؟ هي باش صغارت من شحال صغارت من مرة. بشحال صغارت من مرة. إذا عندنا 49 قاسم اش؟ باش تعطينا 28؟ قاسم 1.75. إذا 49 قاسم 1.75 تتعطينا 28. كيفاش لقينا ديك 1.75؟ شدينا 49 وقسمناها على 28. إذا مادام أننا قسمنا 49 على 1.75 وعطاتنا 28، باش يبقى العدد متساوي ومتناسب، إذا غنشدو 56 ونقسمو على 1.75. وديك الخارج راه هو اللي غنحطو. صافي هو اللي غنحطو هنايا. إذا غنشدو 56 ونقسمو على 1.75 وتعطينا 32، وغنسجلو 32 هنا. إذا هذا فيما يخص التناسبية، الحمد لله. تيكون عندنا عدد متناسب مع عدد اخر، هذا صغار هذا صغار، هذا كبار هذا حتى هو كبار، فهمت ولا لا؟ قاش التغيرات ما تبقاش متناسبه، وتي كبار او صغار بالنسبه اللي كبار بها او صغار بها العدد الاخر. فهمت ولا لا؟ اذا هذا هو المقصود بالتناسبيه. ايوا ولكن الا غيرنا ما تبقاش تناسب يعني. لا زدتي ولا نقصتي كما بغيتي طبعا بحال غتغير النتيجه، وهاد التساوي ما غتبقاش، هاد التساوي ما تبقاش التناسب. حنا تلقاو العدد الاخر، ممكن تلقى العدد اللي بغيتي. الا ما كانش عندك تساوي هنا بغيت تحيد التساوي دير العدد اللي بغيتي، ولكن حنا تنخدمو في اطار هاد التساوي.